مرة أخرى أرحب بالجميع على قناتي، معكم مختصة التغذية مساوي أسماء من الجزائر. اليوم راح نتكلم على أحسن المكملات الغذائية إذا كنت تعاني من حاسة شم ضعيفة أو فقط حاسة شمك خاصة بعد جائحة الكوفيد. هذا العرض الجانبي أنا جدا شائع بين العديد من الأشخاص، واليوم راح نعطي بعض الحلول من أحسن المكملات الغذائية من أجل حل هذا المشكل. إذا لماذا بعض الأشخاص فقط هم من يعانون من مشكل ضعف حاسة الشم لديهم أو فقدانها في بعض الأحيان، وبعض الأشخاص الآخرين لا يعانون من هذا المشكل؟ نرى هنا على الصورة ما يسمى بعصب الإحساس أو الأولفاكتوري نيرف، وهو المسؤول بصفة أولى عن مختلف الروائح التي تحيط بنا وكيفية التفريق بينها. إذا أردنا تحفيز عمل هذا العصب، ما علينا إلا إضافة هذه المكملات الغذائية إلى حياتنا اليومية، وسوف تلحظون تحسن ملحوظ في حاسة الشم لديكم. من بين العناصر الغذائية الضرورية من أجل استعادة حاسة الشم وكذلك التذوق وحتى حاسة السمع وتقويتها خاصة عند الأشخاص الكبار في السن، هو معدن الزنك. هذا المعدن الذي يحتاجه الجسم بنسب قليلة جدا، ولكنه جدا ضروري من أجل استعادة هذه الحواس. أحسن مصدر لأخذه طبعا هو طحالب البحر مثل السبيرولينا، يمكن أخذها بجرعة 2 غرام في اليوم، ويستحسن أخذها من المصادر النباتية مثل ما قلت، أحسن من أخذ الزنك لوحده فقط، لأن أخذ الزنك لوحده قد يسبب عدم اتزان في معادن أخرى مثل النحاس مثل المغنيسيوم كذلك. بينما أخذه في شكل طحالب بحرية، يعني في شكل نباتات طبيعية، سوف يضمن اتزان هذه المعادن داخل الجسم، لأنه الطحالب بذات نفسها لا تحتوي على زنك فقط، وإنما تحتوي على مجموعة من المعادن الأخرى من بينها النحاس والمغنيسيوم، ويستحسن احترام هذه الجرعة بشكل يومي. ومن بين الفيتامينات الضرورية من أجل تنشيط عمل عصب الإحساس الذي سبق وذكرته هو فيتامين البنفوتيامين، وهو عبارة عن فيتامين B1 يذوب في الدهون مثل ما ذكرت مسبقا. هذا الفيتامين مصنع لكنه جدا جدا ضروري من أجل تحسين الامتصاص وتسهيله وتسريع رؤية النتائج في وقت وجيز جدا. يستحسن أخذ هذا الفيتامين بجرعة 300 ميلي جرام في اليوم من أجل أحسن النتائج. احترام هذه الجرعة سوف يجعلكم ترون النتائج في وقت وجيز مثل ما ذكرت، لأنه ينشط ويحفز عمل العصب المسؤول على الإحساس والتفريق بين الروائح مثل ما قلت. أما ثالث مكمل غذائي نحتاجه من أجل استعادة رائحة الشم لديك هو حمض الألفا ليبويك أو الألفا ليبويك أسيد، وهو عبارة عن مضاد للأكسدة جدا قوي داخل الجسم، وكذلك يعمل على حماية الأعصاب، ولهذا سوف نحتاجه من أجل أيضا تنشيط عصب الإحساس لديك. هذا النوع من الحمض سوف يساعد عمل البنفوتيامين الذي سبق ذكره، وبالتالي سوف ترى أحسن النتائج في وقت وجيز. يستحسن دائما احترام جرعة 600 ميلي جرام في اليوم من الألفا ليبويك أسيد. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، وأذكركم بأن جميع مشاكل الأعصاب داخل الجسم تأتي من نقص الفيتامين B1، وهو أمر ناتج أيضا على مقاومة الأنسولين. لهذا أذكركم بأهمية النظام الغذائي وبأهمية احترامه. يجب احترام الأنظمة الغذائية وخاصة النظام الغذائي المنخفض السكريات. أذكركم بأن جميع الأنظمة الغذائية في شكل مطويات سهلة التحميل وسهلة التذكر باللغة العربية وكذلك الإنجليزية، سوف تكون في صندوق الوصف من أجل تحميلها. كذلك بالنسبة للمكملات الغذائية التي تم ذكرها في هذا الفيديو، سوف أترك لكم رابطها في صندوق الوصف أيضا. شكرا للمشاهدة، وأراكم المرة القادمة.